يبدأ العمل بالمحطة صباحا الساعة 7، حيث نقوم بتقديم العلف الأخضر للأرانب، بعد تنظيف الصواني تحت الأرانب، وبلش نقوم بتقديم الأعلاف الجافة. هن 3 وجبات، وجبة تقريبا الساعة 10 الصبح الظهر، كمان عند الغروب، بالإضافة لتنظيف المشارب الماء وتقديم الفيتامينات مع الماء. نضيف الماء بالإضافة للعلف الأخضر اللي نوزعه على مدار 3 وجبات تقريبا بال 24 ساعة.